وأولى وأهم الأخبار بكل تأكيد هي عن منتخبنا الأولمبي، والكل منتظر منهم إن شاء الله المزيد والأداء التصاعدي كمان في الأدوار القادمة، الأدوار الإقصائية والمربع الذهبي بيحلق فيه سماءه المنتخب الأولمبي. الاستعدادات داخل المعسكر ده اللي معانا في خبرنا الأول. فبيواصل منتخب مصر الأولمبي تدريباته الساعة 8 مساء اليوم في استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا، ومن جانبه طالب الكابتن شوقي غريب اللاعبين بضرورة نسيان مباريات دور المجموعات أمام منتخب مالي وغانا والكاميرون والتركيز في مباراة جنوب أفريقيا الهامة واللي تحدد الفريق المتأهل لأولمبياد طوكيو، كمان طالبهم بالتركيز في المباراة والابتعاد عن أي أمور تانية خلال الفترة الحالية. أكيد فترة اللاعبين بيمروا بيها فيها كده نشوة انتصار وفيها اهتمام إعلامي كبير، وفي بعض الأسماء الناس بتشاور عليها وبتقول اللاعبين دولت احنا منتظرين كمان نشوفهم مع منتخب الأول، فحالة مختلفة داخل المعسكر. وأكيد دور كبير جدا من قبل الكابتن شوقي غريب، مش بس علشان يكون اللاعبين في أفضل حالة فنية ولكن كمان أفضل حالة نفسية للتعامل مع الإشادة الكبيرة جدا دي من غير ما يكونوا بيضغطوا، وكمان التعامل معها من غير ما يبقى فيه سنة غرور، لأن الغرور برضو من العناصر ممكن تأثر بشكل سلبي جدا على أداء أي فريق. فإن شاء الله يكون لعبتنا عندهم الاحترافية الكافية، وإحنا كمان واثقين إن هم عندهم الإمكانيات والاحتراف الكبير والخبرات الكبيرة اللي تخليهم قادرين يتعاملوا مع ضغوط مختلفة في الوقت الحالي. ومنتخب جنوب أفريقيا منتخب محترم، وكمان ذكرياتنا معاه من شهور قليلة، يعني بدايتنا مع أول دور في أدوار الإقصائية بالنسبة لمنتخبنا الأول لكرة القدم، إحنا خرجنا على إيدهم من كاس أمم أفريقيا للكبار اللي كان من أشهر قليلة. فإن شاء الله نشوف منتخبنا الأولمبي قادر يفوز عليهم في مباراة المربع الذهبي ونتأهل بإذن الله إلى طوكيو 2020 بعد مباشرة مباراة المربع الذهبي.